أولاً أناشد السيد رئيس الجمهورية، ربنا يحفظه، ربنا يحفظه، لأنه رئيس عدل. السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بطلبه، بأطلبه وتوجهه، أنا عاوز أرضي اللي هي بأوراق رسمية معايا، ثم أناشد السيد وزير الداخلية يوقف جرية أنا لتسليم أرض، لتسليم أرض. ثم أناشد مديرية الأمن توقف جرية لله إن أنا أستلم أرض اللي هي بأوراق رسمية، وفي مديرية الأمن أغلبية الأوراق، شكاوي أنا عاملها في مديرية الأمن. ثم أناشد السيد اللواء برضه محافظ الجيزة أن يوقف جرية لتسليم أرضي. ثم أناشد مأمور قسم شرطة الصف اللي أنا تابع لي تسليم أرضي. ثم أناشد سيد رئيس مباحث شرطة الصف يوقف جرية لتسليم أرضي، ولهم جزيل الشكر لأن لا أحد فوق القانون. الكلام ده سمعته من رئيس الجمهورية للمديرية لمركز شرطة الصف، إن لا أحد فوق القانون. يقف جرية لأن المغتصب الأرض له نفوذه في كل مكان، وهم يعلمون ذلك. مين هو فيصل إبراهيم فيصل وشهرته؟ فيصل أبو عريضة.